القدوس الذي ندعوه المملوء مجدا المخوف عند المقربين لنا لكي يخلع الذين يعتمدون في الانسان العتيق الذي يفسد كشاوات الضلاله ويلبسون الانسان الجديد الذي تتجدد مره اخرى كصوره خالق ويجد فيه النور الحق من قبل الروح القدس ويفوز بالحياه الابديه والرجاء السعيد ويقف امامك على منبر المسيح وينال الاكليل السمائي وغفران خطايا وليكن هذا الماء وهذا الزيت مباركين ممدوئين مجدا مطهرين باسم الاب والابن والروح القدس. وشكر شعبك اجمعين وعبيدك الذين قدموا لك بنيهم مجدا واكراما لاسمك القدوس. اقبلهم على مذبحك المقدس الناطق السمائي كرائحة بخور يدخل الى عظمتك التي في السماوات بخدمة ملائكتك والرؤساء ملائكتك الاطهار. يا رب خلص شعبك بارك ميراثك العام وارفعهم الى الابد. احفظهم في الايمان المستقيم كل ايام حياتهم واجعلهم في المحبة التي تفوق كل شيء والسلام الذي يعلو كل عقل بالشفاعات والطلبات التي للقديسة المدعوة مجدا ولله القديسة مريم القديس الصابغ يوحنا المعمدان سادات الاباء الرسل وسائر القديسين زي ما دول منها مرافعة ومحبة البشر وابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح. يا ابانا الذي في السماء القدس اسمك يتم قدك ومشيئتك على السماء كما في الارض ولا تخلف في تجربه لكن في كريستوس نمني إلى أوتير وإنت من أخن هرينيني بين الجبيل أن تقرأت ونفشيز بن نوتي شايف النوتي وفقرات ربيوز من شايف هو بن نوتي وبن سوتي رسوس برسوس. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال نكسرتنا وعندنا عمستنا قلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا وفيت بنا إلى هذه الساعة في كل حين وأجل إلى مكاني في هذا اليوم وأخذنا الخطايا يا رب. أنا سمعتكم من صلاحك يا محب البشر إن احنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ومرة الناس أشرار كم الأعداء الخفين الظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك عن هؤلاء النساء وعن هؤلاء الأطفال وعن هذه المعمودية المقدسة وعن موضوعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. بولس بالرسالة معلمنا بولس إلى العبرانيين ومن أجل الأب يقول ترسيك يا الله إلى الأبد 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 قضية الاتقابة قضية ملكك لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم فلهذا مسحك الله إلهك بدهن الفرح أفضل من أصحابك. ومن البدء يا رب أنت أسست الأرض والسماوات هي من صنع يديك هي تزول وأنت تبقى كلها كثوب تبلى وكذا أن تطويها فتتغير وأنت هو أنت وسلوك لن تفنى. نعمة الله الآب تعالى. البولس رسول العبد القديس من الرسول إلى الكنيسة في كنيسة فقد عمل أمين والبقول أقول لهم أنا لا الرب إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وأرادت أن تقيم معه فلا يتخلى عنها وامرأة لها بعل غير مؤمن وهو يحب أن يقيم معها فلا تطلقه عنها لأن الأخ غير مؤمن يطهر بالمرأة المؤمنة وتطهر المرأة غير المؤمنة بالأخ المؤمن وإلا فإن بنيكم نجسون وأما الآن فنحن مقدسون. نعم طلال الآب تحيا لجميعنا طوبهم الذين تركت لهم أثامهم والذين سترت خطاياهم. طوبى للرجل الذي لم يحسب الرب عليه خطيئته ولم يوجد في فمه غش. هللويا.
معلمنا مريلو البشير بركاته علينا امين. ولما تمت 8 أيام ليختتم دعاء اسمه يسوع كالذي دعاه بها الملاك من قبل ان يقبل به في البطن. ولما كملت ايام التطهير كان موسى اصعدوه الى اورشليم ليقدموه الرب كما هو مكتوب في ناموس الرب. ان كل ذكر فاتح رحم امه يدعى قدوس الرب وليقدموه ذبيحه كما قيل في ناموس الرب زوج يمام او فرخي حمام. وكان انسان في اورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا يترجى عزاء اسرائيل والروح القدس كان عليه. وكان قد اوحى اليه من الروح القدس انه لا يعاين الموت حتى يرى يسوع المسيح. فجاء الروح الى الهيكل، وعندما اتى بالطفل يسوع ابواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الرب قائلا: الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام كقولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا أستعلن للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان أبوه وأمه يتعجبان من كان يقال من أجله. وباركهم سمعان وقال لمريم أم الطفل: ها إن هذا موضوع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، والعلامة تقاوم، وأنت أيضا سيجوز سيف في نفسك لتظهر أفكار من قلوب كثير. الآن مزامير أبينا داود النبي الملك بركاته علينا أمين. قامت الملك على يمينك بالجاسة يظهر بخيانك كل ما أمينها الجيل مرسلت ما معلمنا لك البشير بركة على جميعنا أمين. وفيما هم يسيرون داخل قرية فقبلته امرأة في بيتها اسمها مرسى، وكانت لهذه أخت تدعى مريم، جلست عند قدمي يسوع تسمع كلامه. مرسى كانت مجتهدة تخدم كثيرا، فقامت وقالت: يا رب، أما يعنيك أمري؟ أنا أختي تركتني أخدم وحدي، فقل لها لكي تعينني. فجاب يسوع وقال لها: مرسى إنك مهتمة ومضطربة في أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، أما مريم فاختارت لها نصيب صالح لا ينزع منها. أمين. هللويا. المجد لله دائما. حقيقة ومن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى يسوع المسيح لا حق ولا مخلوق سوى العفو من كل شيء خير من الدنيا وشر أيها الرب الإله ضابط كل أمر ربنا لأن مخلصنا يسوع المسيح كنز النور الخالق المخدع جميع الأمراض المصلح جميع بتوت بالتفق الذي زين كل شيء بناموس محبته لتدبير كلمته ابن الوحيد الذي ظهر لنا بالجسد من والدة الله الطاهرة العذراء كل حين قديسة مريم الروح القدس المشفي طبيب طبيعتنا مرشدنا لمعرفتك الحقيقية لكي يخلص من طبع الإنذار أنا جيدة المقدسة من أجل إنسان صناعة وفعل المرأة التي أخرجتها من المؤمنين لا وتشارك الزوج الشرعي باركت ثمرة الولادة الناموسية المساوية لصورتك ومثالك وجعلت نظام الطبيعة سريع تناسل الزرع وزينت العالم وكل ما فيه بسط كفة قدسي باسم ملكوت السماوات من أجل هذا رب طهر طبيعتنا وتختم الحياة الشخصية في الشركة السرية بنعمة ورفقة ومحبة البشر لك ابنك الوحيد ربنا ولدنا مقدس يسوع المسيح. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لكل مشيئتك في السماء كذلك على الأرض لنا كفنا أعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا وتوب إلينا ربنا وأعطنا ذنوبنا لك نجينا من شر المسيح صار ضر لأن لك الملك والقوة والملك إلى الأبد آمين. En notre Christos, Jesus, ben chois. Glorioso Kyrie. الذي نفق فقط على مدرسة فينا وقال مقبل الروح القدس من غفرتم خطأهم وغفرتم لكم وعليهم مسكت. أنت الآن يا سيدنا مقبل الروس فأغفر نعم على الذين يعملون كانوا في الزمن في كنيسة المقدس ويغفروا خطأ على الأرض وربطوا أحد كل ربطات الظلم. الآن نسأل أنكم من صلاحك وحب البشر عن عبيدك إخواتي وضعف وقدس لما نعملك.